من الميادين السلام عليكم. هذه النشرة الرياضية المفصلة. لم ترحم آلة الحرب الإسرائيلية القطاع الرياضي الغزوي، نحو 20 نجما رفعتهم العائلة الرياضية شهداء. عاهد زقوت آخر ضحايا القصف الجوي على القطاع المحاصر، استشهاده فتح جرحا عميقا في الجسم الرياضي المتخبط بين العدوان العسكري والممارسات اليومية للاحتلال. شو ذنبه؟ أنا فهموني شو ذنبه؟ واحد رياضي ما له علاقة لا في سياسة لا من قريب ولا من بعيد، كل التنظيمات حبايبه وكل التنظيمات بحبوه بعزوه لأنه رياضي. قاتمة بدت سماء غزة من هذه الفتحة في نظر الزوجة الثكلة، كانت ترى الأمل في حياة أفضل برفقة النجم السابق للكرة الفلسطينية. شاء القدر أن تضع قذائف العدو حدا لمشواره في الدنيا خلال نومه. يعني الاستهداف لعاهد بين انهم هم معنيين يقتلوا كل شيء، هم يعني معنيين يقتلوا الرياضه، يقتلوا الحياه بغزه. كان بجد كان دائما يحكي لي لما كنا نقعد في المباريات، نفسه كان حلمه انه يكون فريق فلسطيني هو فريق عالمي يلعب في المباريات الدوليه، يلعب في المباريات العالميه. كان مبدع في 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 اسلوبه في التدريب وفي في في التعليق وفي التحليل وفي في إنشاء المدارس الكروية. بليغ الجرح الذي خلفه عاهد زقوت في نفوس العائلة الرياضية عموما والكروية خصوصا. هنا الشهادات والجوائز تحكي قصة بطل قدم الكثير إلى القرى الفلسطينية، فلم تقوى على رد الجميل ماديا فحفرت اسمه في سجلات الخالدين. الفاتورة لم تقتصر على روح زقوت ومن سبقه من قافلة شهداء الرياضة فقط، بل كشفت هدنة الاثنتين والسبعين ساعة على دمار هائل في المنشآت. لم تسلم منها مباني الأندية ولا الملاعب، صور ستطبع في وجدان نجله في كل مرة يتنقل فيها ابن عاهد بين ملاعب القطاع والضفة. الاتحاد الفلسطيني للعبة في إطار سعيه لمحو إسرائيل من الخارطة الرياضية أقدم على خطوة جديدة من المشوار القضية. إحنا راح نتوجه لكل المؤسسات الدولية، وأنا شكلت لجنة في قطاع غزة وأنتظر الوثائق والمعطيات لمتابعة ذلك، والجرائم لن تختفي بالتقادم. راحة نفس الشهيد تتجلى في كل إنجاز يرفع فيه أبطال الفدائي العلم الفلسطيني عاليا في المحافل القارية والدولية، إنجازات يعيده بها كل من وطئت قدماه المستطيل الأخضر بفضل إرشادات وتعليمات المدرب والمربي، بدءا بكسر الممارسات اليومية للاحتلال وليس آخرها بصدح النشيد الوطني فوق منصات التتويج. سباق من ثكنة إلى ثكنة لمغاوير الجيش اللبناني لهذا العام حمل بين طياته رسائل عديدة متحديا كل الظروف. تفاصيل أوفى مع عبير الذواتي. هذا السبع بالنسبة لنا تسميته سبع شهداء عرسال. شهداء عرسال اسم أطلقه قائد فوج المغاوير العميد شامل روكوز على السباق من ثكنة إلى ثكنة في نسخته الخامسة الذي أقيم تحت رعاية قائد الجيش العماد جنقهوجي. تجمع المشاركون عند نقطة الانطلاق في تمام الساعة السادسة صباحا ليسيروا باتجاه غابة بشري. يمكن احنا نتعب شوي هلا بس نفرجيهم تضامننا، بس انا عم يتعبوا كل دقيقة بالشوب بالبرد بلا شيء، بس باندفاعهم لحمايتنا إلنا نحن. دايما بشارك كل سنة، بشارك وبكتير جمعيات، وكل سنة بنطلع عند المغاوير وعلى المؤسسات العسكرية، والله يخلينا الجيش عشان هو الوطن ونحن بدونه ماشي. اختلفت مذاهبهم وحتى جنسيتهم، مشوا جنبا إلى جنب لمسافة 40 كيلومترا ليكون حال لسانهم وعقلهم الجيش والشعب في صف واحد. يعني الله يحميهم ويخليهم ونحن كلنا معهم. نعمل معا لنتحد من أجل الرياضة والطبيعة ومن أجل لبنان. نسخة هذا العام أضيف إليها سباق الدراجات الهوائية. المشاركة كانت مهمة ولا سيما أن المنطقة تحفز على هذا النوع من السباقات.
بمجرد انه جيش يفكر فيها هذا شيء كثير منيح وبيبسطنا نحن كسيكليست بلبنان. وزعت الجوائز على الفائزين في غابة في أرز الرب في بشري، وانتهت المغامرة بين أحضان الجبال اللبنانية ليعود فوج المغاوير من دون كلل أو ملل ليكمل مهماته. من شمال لبنان إلى جنوبه رجال نساء وحتى الأطفال جاءوا لمساندة الجيش اللبناني. سباق من ثكنة لثكنة أصر على إقامته الجيش اللبناني رغم كل الظروف، مؤكدين أنهم لحماية الشعب اللبناني ويستطيعون كذلك زرع الفرحة في قلوبهم في آن واحد. عبير الذوادي من أرز لبنان، الميادين. بعدما وقع رسميا على كشوف برشلونة، توماس فيرمايلن يدخل ملعب الكامب نو للمرة الأولى بخميس النادي الكتالوني. إدارة النادي قدمت المدافع البلجيكي إلى وسائل الإعلام، وبالتوازي أصدرت بيانا شرحت فيه إصابته العضلية في الفخذ اليمنى. ابن 28 عاما توقف عن التدرب منذ مشاركته في كأس العالم. الصحافة الإسبانية أطلقت على اللاعب الجديد لقب المدافع الزجاجي لكونه اشتهر بكثرة الإصابات. ميروسلاف كلوزي يعتزل دوليا. الهداف التاريخي للمونديال وضع حدا لمسيرته الدولية الممتدة 13 عاما مع المنتخب الألماني. البولندي الأصل البالغ 36 عاما توجه بالشكر لمدرب المانشافت يوكيم لوف لإعطائه فرصة اللعب أساسيا مع بطل العالم في مونديال البرازيل. صاحب 16 إصابة أكد تحقيقه لحلم طفولته بالتتويج بالمونديال. مهاجم لاتسيو الإيطالي شكر الله لتمكنه من كسر رقم البرازيلي رونالدو من 4 مشاركات قبل العزوف عن اللعب. جولة على أبرز عناوين الصحافة مع مايك شلهوب. شكرا وأهلا بكم في جولة على أبرز عناوين الصحافة الدولية التي نبدأها مع صحيفة السفير اللبنانية، فقد عنونت المباريات الودية تتواصل لتجربة الأجانب، زكي مع العهد بشكل حاسم والاختبارات في النجمة مستمرة. الخميس المقبل موعد توقيع عمر زكي مع نادي العهد آتيا من دبي، حيث أجرى بعض الفحوص الطبية. من لبنان ننتقل إلى الصحافة الإسبانية مع ماركا، فقد عنونت 14 عاما مضت على خسارة آخر نهائي لإيكر كاسياس مع ريال مدريد. اليومية الإسبانية سلطت الضوء على إنجازات القائد السبعة مع الملكي في مجموع 9 نهائيات، وذلك قبل يوم واحد على كأس السوبر الأوروبية. الكاتب رأى أن كاسياس سيكون تحت الضغط لأن المدرب كارلو أنشيلوتي سيدفع بالحارس كايلور نافاس إذا أخطأ القديس. دائما مع صحف الإسبانية وننتقل إلى أس، فقد عنونت بدورها رائحة كأس السوبر في العاصمة كارديف. وصول 8000 مشجع من إسبانيا. الجمهور الإسباني اجتاح العاصمة الويلزية، وقد توافد عشاق ريال مدريد وإشبيلية من العاصمة مدريد والأندلس. من إسبانيا ننتقل إلى الصحف الإنجليزية وتحديدا مع ديلي ميل، التي عنونت أرسن فينجر يشيد بخط هجوم أرسنال الأفضل منذ أعوام بمن فيهم اللاعب الجديد أليكسيس سانشيز. المدرب الفرنسي استغل المباراة أمام مان سيتي ليعبر عن إعجابه بلاعبي خط الهجوم ليكون هدفه المركز الأول لهذا الموسم. ختام الجولة من فرنسا مع اليومية لكيب، فقد عنونت أعمال الشغب بين باستيا ومارسيليا والحكومة تتفاعل. 44 جريحا من القوات الأمنية الفرنسية نتيجة الشغب خلال مواجهة الفريقين في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي. وزيرة الشباب والرياضة نجاة بالقاسم ستجتمع مع فريدريك ترياز رئيس الدوري الفرنسي للمحترفين لوضع خطة أمنية تجنب وقوع أحداث مشابهة. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الجولة، والآن عودة إليك محمد. شكرا لك مايك. ديدي دروغبا يتعرض لإصابة قوية في مباراة فنربخش التركي ضمن استعدادات تشيلسي للموسم الجديد. المهاجم العاجي تلقى كدمة قوية على كاحله أثناء احتكاكه بأحد المدافعين. التقارير الأولية أكدت وجود تمزق في أربطة الكاحل ما قد يبعده لستة أشهر. صاحب 36 عاما عاد هذا الصيف إلى البلوز بعقد يمتد لعام واحد كلاعب وإداري. الاضطرابات السياسية لم تؤثر في دورة كأس الخليج 22 لكرة القدم. القرعة تسحب غدا في الرياض بحضور مكتمل. كل التفاصيل والآلية في التقرير التالي. في خليج 22 لا مكان للتجاذبات السياسية بين دول مجلس التعاون. المنافسة ستكون فنية بحتة على أرض السعودية وبمشاركة العراق وقطر. التعريف بتاريخ المملكة يجعل قصر المصمك الشهير أفضل مكان لاحتضان حفل سحب القرعة. سيتم الكشف عن شعار البطولة المتمثل بالنمر العربي
مع تسليم الكأس للاتحاد المستضيف من قبل نظيره الإماراتي الحائز على لقب نسخة خليجي 21. العاصمة الرياض ستستضيف المباريات بين 13 و26 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. بطبيعة الحال سيترأس المنتخب السعودي المضيف المجموعة الأولى، وسيكون الإماراتي حامل اللقب على رأس الثاني. بقية المنتخبات المشاركة ستوزع على 3 مستويات وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي. في الأول عمان وقطر، في الثاني العراق والبحرين، والثالث يجمع الكويت واليمن. تاريخ البطولة يمتد إلى أكثر من 44 عاما، أقيمت خلالها 21 نسخة. استضافتها البحرين 4 مرات، وكل من السعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان 3 مرات، مقابل مرة لكل من العراق واليمن. لكن اللقب انحصر بين 6 منتخبات. الرقم القياسي يبقى للكويت ب10 ألقاب، مقابل 3 للسعودية والعراق، ولقبين للإمارات وقطر، و1 لعمان. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية في نشرتنا المفصلة. أشكر لكم حسن المتابعة. السلام عليكم.